طرقت باب الرجاء والناس قد رفدوا وقمت أشكو إلى مولاي مآجد ومن علي بكشف الكرب عابد اشكو اليك ومن انت تعلم اشكو اليك السلام عليك وعلى فاخر النبي محمد وعلى احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وزوجني وأنكسني ابنتك الحرة البالغة البكر. انظر إلي. وأنكحتك ابنتي الحرة البالغة البكر على محكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمهر المتراضى عليه. الله قبلت تزويجها ونكاحها لنفسي بما ذكر وعلى ما ذكر. الله زوجتك ابنتي المذكوره وانكحتك اياها كما امر الله من امساك بمعروف او تسريح احسان. الله قبلت تزويجها ونكاحها لنفسي كما ذكر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. عنك بقى ثاني يلا بسم الله الإذنان قولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. انظر إليك وزوجني وأنكحني ابنتك الحرة البالغة البكر. انظر في وجهه وزوجتك وأنكحتك ابنتي الحرة البالغة البكر على محكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمهر. لنفسي وعلى ما ذكر.
وزوجتك ابنة المذكورة وأنكحتك إياها كما أمر الله بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ثم قبلتم تزويجها نفسي كما ذكر وصلى الله على سيدنا